كشف حقيقة فيديو منتشر الجزء الأول. أكيد ستكون قد رأيت هذا الفيديو اللي كان موضوعه أن الناس شافت معجزة في الكعبة بحيث انفتح باب الكعبة فكانت الملائكة والجن المسلمون يصلون فيها، لكن الحقيقة هي أن الفيديو تم نشره السنة الماضية بشهر رمضان، وذلك لأنه دائما ما يتم فتح باب الكعبة للشخصيات المهمة أو أصحاب المناصب أو لأسباب أخرى، ولكن البعض اعتبروا أن هذا الأمر معجزة. وللعلم سابقا كان باب الكعبة يفتح للجميع ولكن منع الدخول للعامة، وذلك منعا للضرر والأذى الذي يقع بسبب تزاحم الرجال والنساء على دخولها. لا تنسى الاشتراك واللايك وشكرا.